كتاب وادانا الاكل ونزل قاموا طالعين ياكلوا معانا. نورت يا جدعان، نورتونا والله. نورت العالم يا ولا، مش جايين ايديكم فاضيه يا هلا، بس احنا اللي دافعين. بيفكروني بالشحاده اللي كانوا واقف على النقط الميكروباصات ويقول لك والنبي فلوس عشان انا مش من هنا ومتس... كرييتيف ده، كرييتيف برضه يفضل قاعد مستني تحت لغايه ما الحساب يدفع ويوم طالع. ده اكتر اتنين مش سالكين في الدنيا. وايه كميه السياح اللي انتوا عاملينها في الستوري دي؟ انا حد يبلغ طلعت مصطفى يا جدعان يقفل مدينتي عشان مدينتي هتغرق هتتدمر. مدينتي إيه؟ انا يلا احنا يلا شحاتين يلا وبنهرب من ال... طب قول لهم انا جايبكم زي السوبيا في رمضان يا مازن. 4 سوبيا و2 تمر هندي. حسين كان مخبي كام تحتيها مازن؟ تحت الكرسي بتاعه. كام قد انت ايه اصلا انت معاهم؟ ازازتين تمر هندي، ازازتين سوبيا وتمر. المشكله مش في كده، المشكله ان السوبيا طعمها زي دواء الكحه. حسين عمل ايه لما شاف الساعه مش قادر يتنطط؟ هو ليه طالع النهارده الستوري طالع بعيد واحده؟ عشان كان طالع عشان لابس الساعه بتاعتي. حسن كان عمال يتنطط ازاي في المول ساعتها عشان الساعه. يا لهوي، وخدها ويفرجها لاخوه. مش فرجها لاخوه، ايه ده ايه ده؟ فرجها لاخوه يا جدعان. اقسم بالله رحنا لهم البيت والله العظيم بق المايه قايمين يجيبوه بالعافيه. احلفش بس عشان هم جابوا ايه ده بقى. البسبوسه كانوا جايبينها ايه يا مازن؟ ساده. بقول له يا اصل نفسي في البسبوسه بالمكسرات. قال لي اصل ساده. احنا اصلا ما نعرفش ان في بسبوسه ساده اصلا. احنا دايما متعودين مازن ناكلها بالايه؟ بالمكسرات وبالمانجا. لا مش اسمها بسبوسه. مش مهم. انتوا ايه النتانه اللي انتوا فيها دي؟ عشان اوردر الاوردر كان بتاعهم كان عامل كام يا مازن؟ 110. احنا كنا كام يا مازن من الاوردر؟ كنا 10 اهو. اتفضل اسمهم يعني 110 على 10 هيديكوا 10 جنيه. تديهم بكره ال 10 جنيه. هنقابلكوا يا عم في اي يوم يا عم. هحول لكم بيهم رصيد يا عم. خد يا عم رقم فودافون كاش بتاعهم. لا انا كان معايا كارت فكه كنت شايله اصلا بعمله سكرين شوت. الاكل احنا اللي عازمينكم عليه، والبسبوسه اللي هي الساده اللي مش عاجباك احنا اللي عازمينكم عليها، واللبن اللي انتوا عزمتونا عليه طلع لبن جاموسي بايظ. صوبيا معموله بلبن جاموسي ما تشربش. طب انا احكي لكم قصه صغيره يا جماعه، قصه معاذ وهو صغير. طبعا احنا كلنا عارفين ان معاذ عنده عين لون وعين لون تانية. نحكي القصه حسونا بلاش. لا بص يا جدعان انا احكي لكم، انا ما كنتش احكيها والله، بس هم اللي اضطروني ان انا اعمل كده. هو كان في كلب كده عندهم زمان، كلب هاسكي في المنطقه، كان صاحبه حبسه. كان الكلب ده كان عايز يتجوز، فصاحبه حبسه بقاله كتير، والكلب جواه كبت يعني طبيعي بني ادم. كلب يا جدعان، كلب عايز يتجوز عادي. تقول الكلب كان بيجري ورا العيال الصغيره زمان. لا ما تقولش قفش في مين يا معلم. لا لا خلاص اقول لك انا. بس انا حاسس ان مازن ممكن يزعل، اصل احنا حكينا الحدوته بتاعت معاذ وما حكيناش حدوته. طب ما يزعل. طب ما يزعل ايه المشكله؟ هو انت بتاخد ده اوبشن؟ طب بصوا يا جدعان خلاص، الناس هي اللي هتحدد. لو عايزين نسيح نحكي الحدوته بتاعت مازن ادوا بول هنا. انتوا كده كده بتحبوا الشر، بس الحدوته دي لو اتعرفت الواد ده هيتجنن طول حياته. دي اكتر حاجه يا جدعان بتضايقه، انت اللي هتحدده. كلها بتقول قول هقول خلاص كده. هنستنى لبكره بس ما ينفعش. بس الناس عايزه تنام. انا شايف الرسائل كلها بتقول لك الناس انا عايزين ننام ففضحوا. فالمهم يا جدعان، مازن عنده حاجه غريبه قوي، عنده زي ما تقول كده مرض يخليك الفضول، مرض الفضول باوفر. يعني مثلا لو قلت له قدامه مازن انا عايز اقول لك على حاجه، خلاص بص هي مش فضيحه بس حاجه كده هتوجعه قوي. يعني مثلا انا لو امي كلمتني وانا قاعد معاهم مثلا بتقول لي حتى حاجه من السوبر ماركت، هي امي قالت لك ايه؟ طب عايزه ايه من السوبر ماركت؟ عايزه ايه؟ لبن وايه؟ طب يا عم انا بقول له انا متخانق انا وخطيبتي، بيقول لي طب اتخانقتوا ليه يا عم انت؟ لا والله لا اعرف، والله عايز اعرف انا هعرف. فهو انت تجننه لما تقول له مثلا تعالى اما اقول لك على حاجه، قولوا لا خلاص. هقول لكم يا جدعان، ابعتوا له رساله مثلا كده قولوا له عايزينك في حاجه ضروري جدا جدا جدا، وما تقولولوش عايزينه ليه. بس هو بقى هو والله يموت فيها ما ينامش النهارده. لا بقى المازن الرساله ديت ليك انت بالذات، مش هقولها لك خلاص. بقول لك يا مازن كنت عايز اسالك على حاجه كده. قول. هو ينفع حد خاطب يبقى عنده انستجرام وفولورز وبنات ومش عارف ايه وعواكسات والكلام ده كله؟ لا طبعا لا طبعا. طب ينفع بقى حد خاطب يقلع الدبله بتاعته؟ ايه يقلع الدبله بتاعته؟ هو مجرد سؤال بس ينفع. دي مش انت قلت لي لما هو سالك ما قلتلوش سبب المشكله؟ هو برضه رمى ودانه. انا قلت برضه ازاي مشي من غير ما يعرف سبب المشكله؟ ما يبقاش مازن. بس معلش انا اخوك يعني عرفت سبب المشكله؟ عرفت. تخيل بقى يا نهار ابيض. يا نهار ابيض الموضوع ده النهارده جالي سؤال على المنتدى اللي احنا فاتحينه، هل ينفع لا لا ده يبقى خاين، يبقى خاين ومش تمام وبيلعب بديل. ده يبقى عميل، ده يبقى عميل. طب عندي سؤال ثالث يا مازن. اتفضل يا معاذ قول. لا بلاش بقى دي، احنا عارفين يا حسين وحسن كل حاجه بس عمرنا ما نقول. والله العظيم انتوا مش اقول لكم على حاجه، احنا انتوا مع اتنين ربط منزل. اقسم بالله مش باين على حاجه. اقسم والله العظيم. ايوه بالظبط. يعني ده احسن من الدره ده. تمام. بصوا بيجيبوا ورق يا جدعان عشان نصلحه. لا 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 مش هنمسح حاجه، لا ما بنمسحش حاجه. ستوري. لا مش همسح الستوري خالص. ولا خد ستوري. كنت عايزني فيه بتقول لي كنت اقول لك كلام مهم ومش كلام مهم منجي. Ha 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 ha
مش بيغير مايوه هيفضل يا خلاص لا لا خلاص خلاص كنا عايزينك في كلام مهم بس الايه يقول لي كلم لي حسن او حسين يا جدعان باسورد موبايل حسين ثلاث تمانينات يا جماعه بكرر النداء وهو شاري تقريبا الموبايل بتاعه قسط بيدفعله 1500 جنيه في الشهر حاجه زي كده حد يقول لي بيجيب ال 1500 منين هم ليهم دخل مش معروف ليهم دخل مش معروف عايز اوضح بس رساله بالنسبه لموضوع الدبله مش معنى ان انا قلع الدبله يبقى في بينا مشكله ولا في بينا اي حاجه انا وخطيبتي لا انا عندي حساسيه فعشان كده بقلع الدبله معظم الوقت ما بعرفش البس دبل رسالة مهمة ليكوا كلكوا جدا عشان مازن ومعز خانوني يوم 25/5 اللي جاي 25/5 الساعة 5 هعمل أغنية لخطيبتي على اليوتيوب 25/5